باش نحكيو دونك على مرض القباء، نعرفوا شنو هذايا. دونك مرض القباء كون ابل اون فرونسي لامبيتيغو، هو التهاب جلدي سطحي معدي على الاخر تسبب فيه بكتيريا اللي هو سواء ستافيلوكوك ايروس سواء ستريبتوكوك بيتا ايموليتي جروب ا. سينو لي دو بكتيري نجمو يكونوا مع بعضهم. هو من اكثر الامراض الجرثوميه الجلديه اللي تصيب الاطفال اون جينيرال والرضع. دونك كي نقولوا اطفال معناها عمرهم ماكس 10 سنين 15 سنه سورتو في الصيف وفي الخريف معني اون رابور مع السخانه والندوه. دونك القباء هو نوعين رئيسيين سواء بولو معناها اللي يعمل امبيل ولا نون بولو اللي هو باش نحكيو عليه اليوم على خاطر 70% بلو فريكون كو الفورم الاخرى. دونك العدوى تكون سواء ديريكت معناها باللمس اون كونتاكت ديريكت مع عبد عنده القباء ولا انديريكت. شو معناها؟ معناها تستعملوا الاغراض نتاعو الشخصيه كوسوسوا الخطا المنشفته حوايج فوالا. باهي كلينيكمون كيفاش تبدا العلامات؟ العلامات الاوليه تطلع تقرحات حمراء صغيره على الجلد ومن بعد تتغطى بالنقولوا عيون عيون فيها فيها كلمادة اللي هي سكون ابيل اون فرونسي دي فيديكولو بيستول. ومن بعد العيون هذيك تتنقب وتشيح دونك تتكون قشره صفراء والبقايا هذوما وين نلقاو جوستومون البقايا؟ وين؟ بحدا الفم في الوجه؟ في الوجه يطلعوا بحدا الخشم وبحدا الفم وفي لي زون ديكوفيرت معناها لافون برا لي جين وساق. داكور داكور. دونك هما يحكوا وهذه الحكه هي باش تساهم في انتشار العدوى انديريكتومون. شو معناها؟ صغير باش تحكوا باش يحكوا باش يمس بلاصه اخرى دونك باش يعدي روحه بروحه. داكور. تطلع على بو سين كيما تنجم تطلع على بو فراجيليزي. شو معناها؟ مجروحه مخبشه محروقه والا اللي عنده حساسيه والا اللي عنده زده بوزوغار سا بو سيغ انفكتي. داكور. باهي مع البلايص هذوما في الجلده نلقاو زاده ديزادينوباتي اللي هما ولسيسات مي جامي سخانه. ما والسيسه جوستومون خاطر كي نقولوا والسيسه نتفاجعوا شويه. اي في الفورم بولوز معها سخانه، مي نحن قلنا باش نحكيو فورم نون بولوز اللي ما تعملش امبي. باهي ما تعملش امبي نلقاو دي تادينوباتي مي ما نلقاوش سخانه. باهي دونك العلاج هو سامحني بربي يقولوا اللي لقطات زاد ينجموا يتسبوا في المرض هذا؟ لا كي نقولوا لقطات نقولوا شامبينيون. داكور. هذا لا في سيتين حاجات اخرى مي هذا كوبي سي بكتيري قلنا. داكور. مش من لقطات. لا دونك العدوى تجيك من عبد اخر مش من القطوس. دونك العلاج سايب القطوس رايف كيما احنا نقطات كل مره نطلعوا له حكايه. وي دونك العلاج هو قائم على المضادات الحيويه معناها لي زونتيبيوتيك كوسوسوا لوكال ولا نشربوهم سا ديبون انت والانتشار الحاله معناها الطبيب هو اللي شخص ويقول. مع الانتيبيوتيك نعطيو دي راجل ديجيان اللي هو يغسل يديه ديما صغير ونقصوا له ضوافرو دي بان بي كوتيديان. شو معناها؟ نغسلوا صباح وليل بالماء والصابون. كان البقايا ياسر منتشره نحطوا زاده يلزموا ايفيكسيون سكولير باش ما يعديش الصغار الاخرين. داكور. لازم يبقى في الدار ايامات. باهي. فوالا. نجم تكون عنده اي نجم المرض هذا يكون عنده مضاعفات؟ غارمون 5% نجم نلقاو جلوميرولونيفريت. شو معناها؟ التهاب يجي في لي غان. اي. لطفي الكلاوي. الكلاوي. فوالا. مي 5% سي با فريكون بوست ستريبتوكوك ينجم مي ماهوش فريكون. والوقايه هي تكون بنظافه تستعمل كان دبش تستعملش دبش غيرك. اي سورتو من البلاكه الاولى من معناها من البلاك الاولانيه اللي تطلع له تزوي عادي ما تخليهوش للي ينتشر. اي فوالا معنا كل لي اذا ما حاجه واحده ديما نبداو نجربوا في الكريم ونسلو انش عمل ونحطو من بعد ما يجيبوا لك الا ما فريمون يبدا تري ديتوندو. معناها الصغير نكتشفوها وقت اللي تبدا بالحموريه والا وقت اللي تعمل قشره خاطر فما برشا حاجات. هما ديزيتاب فوالا من فوالا حمراء من بعد أي. تولي فيها عيون عيون ومن بعد العيون عيون يشيحوا ويوليو قشره. دونك ما يسالش القف من الاول. فوالا فوالا بي. شكرا ليك دكتوره مريم هكا منظمه وراه واضحه تعطت تك 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 بي برشا داري نورمالمون يستنفع من القصر في الجمل والفهم. اي نورمالمون شفت الافيكاسيتي نتاع جمله اربع كلمات انت بوش بي تقعد غاديكا بوش بي. شكرا ليك دكتوره.